مجلس الادارات ومحرك اساسي ربما على مستوى الصفقات اللي بتحصل داخل قلعه الدراويش. فممكن نعرف منه بما انه مش ظاهر في الصوره قوي الفتره اللي فاتت، ايه المشكلات؟ هو شايف ازاي الوضع؟ شايف ازاي الحل؟ محمد شيحه اكيد عرفته من قبل ما اقول لاني شرحت هو مين، ده غير ان صوره موجوده حوالينا كتير جوه مكتبه. محمد شيحه خبير التسويق، اهلا بيك ومبسوط ان انا معاك. الله يخليك، يعني انت منور الدنيا والله، وسعدت بلقائك وشرفت اسماعيليه وشرفت المكتب. يعني منوره بيك وباهلها، الله يكرمك. ومبسوط ان انا موجود اخيرا بعد سنوات من المعرفه جوه مكتبك. صحيح، المكتب جميل، ده شرف ليا. شفت عشرات العقود ما بينه وما بين اللاعبين عبر اجيال يعني من الكره المصريه، تاريخ برضو كبير في التعامل مع اللاعبين وتسويقهم. الحمد لله، بفضل الله، يعني الى ان توقفت ما فيش حاجه في الكوره ما عملتهاش. يعني اخر 3 مدربين لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، كابتن حسن شحاته، شوقي غريب، انا كنت وكيل اعمالهم. يعني على مستوى اللاعبين، اهم لاعب في مصر محمد صلاح، انا كنت وكيله الحضري، احمد حسن عميد لاعبي العالم. حتى على مستوى المدربين في مصر، يعني شرفت بالعمل مع كابتن حسام حسن، كابتن طلعت يوسف، كابتن طه بسر الله يرحمه. تقريبا كل يعني بكل اللي انا عايزه في الكره عملته يعني، وشرفت ان انا كنت وكيلا لانديه يعني كبيره زي مصر المقاصه، اسمنت سويس، انبي في بعض الفترات، الاسماعيلي طبعا، الاتحاد، الزمالك، يعني الشرقية، الشرقيه كنت موجود ككونسلتنج. مستشار. لا الحمد لله، يعني الى ان توقفت انا مبسوط وعملت كل اللي انا عايزه. لأن ليه الحمد لله وقفت؟ وقفت خدت عشان القرار ازاي؟ بص حضرتك، هو الموضوع عمال يبوظ كل فتره، يعني لدرجة ان انت بقيت يعني بعد ما كنت متحكم في كل الامور، بقيت بتلاقي ان 5 او 6 طالعين في الكادر على انتقال واحد، واللعيبة كمان يعني كل واحد يقول لك ده صاحبي، هو بقى مدير اعمالي. صح. الموضوع بقى يعني بقى مش عشوائي، عشوائي شوية. وبعدين بعد احداث يناير 2011، يعني انت عارف ان السوشيال ميديا بتحرك الدنيا في مجالس الادارات، فبعض